بسم الله. مرحبا مشاهدي الافاضل اينما كنتم، اهلا وسهلا الى ملعب جروباما ستاديوم في مدينه ليون، هذا الملعب الذي دشن في سنه 2016 واحتضن نهائيات اليورو وسيحتضن نهائيات كاس العالم، وبالضبط نهائي كاس العالم سيدات في سنه 2019 والذي ستشاهدونه ايضا على قنوات بي ان سبورتس. مرحبا اهلا وسهلا الى هذه الاجواء الفرنكو اسبانيه الكبيره جدا بين أولمبيك مارسيليا وأتلتيكو مدريد في أول نهائي من نوعه بين الفريقين، خامس نهائي بالنسبة لأولمبيك مارسيليا الذي سجلت اليمنى يلعبها بينية ترجع له بايا، دخل كرة خطيرة، بابا بابا با جول، يا فالير جيرما ماذا ضيعت؟ أول كرة صعبة وخطيرة في المباراة، الجيرما يفوت فرصة وجها لوجه، صعبة الكرة، ما زالت لعناصر أولمبيك مارسيليا الخطيرة تصيدة، عادل رامي كاد يفعلها ويسجل جول، فرصة ثانية لأولمبيك مارسيليا وكأنها تلعب في مارسيليا في هذه البداية، أوب على الطائر ضربها الحارس يانو بلاك، الكرة من ديمتري بويت، صعب راحت لأنجيسا يلعب على الجهة اليمنى بونصر، توزيع التسديدة الأرضية مرة جانبية من السنغالي، أكثر مبادرة من جانب لاعبي فريق أولمبيك مارسيليا عندهم في ذهنهم بأنهم يلعبوا في يلعبون في بلدهم. أين يخرج الكرة؟ هنا الحكم يقول خطأ لفريق كوريا، خلها لكوكي، التغطية من أنجيلا من فيرساليكو بالرأس، كرة صعبة البعد عند ديغو كوستا، والتسديدة بعيدة تماما، راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة، هل نصنفها ونضعها ونقول عنها بأنها أول محاولة لمبادرة لفريق مارسيليا؟ توفان بونصار عنده الكرة يمر خطيرة من السنغالي، والحكم يقول ضربة مرمى للحارس، ياس الحكم خلى لها بانجيسا يلعبها لتوفان، وصلت لي الكرة خطيرة، مازال بونصار معاه، يحاول يدخل، مازال عنده الكرة، توفان وسهلة لأوبلاك، كرة هكذا المقوصة من الجريزمان وديغو كوستا، بابا بابا جول، الخداع الماكر السراق أنطوان جريزمان في أول كرة يهز الشباك ويسجل جول لفريق أتلتيكو مدريد، خطأ فادح لا يرتكب في مباراة نهائية بل لا يرتكب في مباراة كرة القدم على هذا المستوى، سرق جريزمان، دخل جريزمان حتى بيسرع على يم، ممكن خلاص يتوهوا في المباراة وممكن يرجعوا ويلعبوا مباراة كبيرة. هنا بطاقة صفراء أولى يخرجها حكم المباراة في وجه فيرساليكو بعد هذه المحاولة من لوكاس، عادي الرامي ما زال الحكم لم يقل شيئا، وبالراس بعيد الكرة هذه من قبل لوكاس أوكامبوس الأرجنتيني في هذه المحاولة، حاول خروج عادل رامي على بسبب هذه الخصوصية، فيرساليكو انطلق على الجهة اليمنى يحاول يمر، أوكامبوس يرتكب عليه خطأ، يقول حكم المباراة لصالح متر موجودين لاعبين تاع مارسيليا، كوكي لا يا كوريا رائع الكرة هذه، وستيف موندون بيطلبها، وصلته شوف توزيعاته، شوف توفان بابا بابا أوكامبوس، بل لا ليس أوكامبوس بل يا الأوبلاك، طوف الخصم تلعب الكرة بعيدة تماما بالرأس عادي الرامي، ما زالت الخطورة والحكم هنا يرفع الراية يقول وضعية تسلل لدفاع فريق أولمبيك مارسيليا، ساكاي كامارا ودخل ماكسيم لوبيز، فيرساليكو وفي خطأ، فيرساليكو وفي خطأ يقول حكم المباراة، التدخل كان من جوردن أمافي شوية قوي، لهذه كوكي، وجودين ولكنها بعيدة الكرة هذه، راحت ضربة مرمى لستيف موندندا، خليني نقول لكم بأنه ما عدا كرة الجول أتلتيكو مدريد أوكامبوس التوزيع والدفاع، شوف الكثافة العددية وتموقعهم اللاعبين تاع أتلتيكو مدريد، تتخلص غاليكو، فيرساليكو يبحث عن الكرات العرضية البعيدة لجريزمان، وكذلك والانطلاقة من جريزمان، جريزمان بونصار انت رايح في العمل الهجومي ورايح حتى في العمل الدفاعي، طلب مباشرة لجوردان أمافي، الدفاع اللي دخل في الاحتياط في الدخول الترادي من ماكس، يلعب مع كوري، بابا 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 بابا
انتصار رائع اليوم في هذه المباراة النهائية يخرج أنغيسا. عنده الكرة الآن، أنغيسا يلعب بين يوني، الأمر يصير خطير. بابا 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 جول غريزمان غريزمان غريزمان، جول هدفا مقابل صفر لأتلتيكو مدريد. وكأن جيكو سيميوني كان يتوقع هذا السيناريو. نصبر معهم ربع ساعة 20 دقيقة 25، وبعد ذلك نستثمر في أول خطأ، وبعد ذلك ينهاروا، وبعد ذلك إعلامية والتاريخية وكل المعطيات والانهار. بابا بابا رائعة، كاد عديل رامي لم يكفي، هدف مع غريزمان. كوكي يطلبها، دخل غريزمان، غريزمان مازال، غريزمان دخل، تسديدة وركنية لعناصر أتلتيكو مدريد. هل مازال لديك أمل؟ غودين، غودين بالرأس كاد يسجل أول أهدافه في الدوري الأوروبي بهذا الشكل. آي 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 آي، يضربها في القائم الأول. بوناصار يواصل، بوناصار، يا سيد الحكم ليس هناك أي شيء. هرنانديز مازال، هرنانديز ومازال غريزمان استلم الكرة، كوري وكوكي، وتخسروا الثنائيات والصراعات. كوري يبحث عن ديجو كوستا، ماكسيم لوبيز، لوبيز أو لا لا، لعبة ممتازة في اتجاه سانسون والركنية. لا، ضربة مرمى، برج من الخلف يلعب مع اللاعب مافي. ماكسيم لوبيز، انجي الكرة في التسديدة وبعيدة. يا سانسون، يا سانسون، كرة أخرى لوبيز ممتازة وصلها لسانسون ولكنها بعيدة. نشاط كبير يقوده ماكسيم لوبيز دقيقة الأولى. كرة بعيدة لغريزمان مع لويس غوستافو، غريزمان مازال محتاج. لا لا، كوكي خلاها لغريزمان، غريزمان للركنية. الكرة هذه بعد هذه الرأسية من ساول نيجيز، حتى له بقوة في 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 راسه. لعبة مع كوكي، 70 دقيقة، كوكي في التوزيع ومن ضمن يخرجها للركنية مرة ثانية لصالح عناصر أتلتيكو مدريد. قوية ورائعة من كوكي. غريزمان مازال عنده الكرة، غريزمان توزيع على القائمة الثانية، ديجو كوستا استلمها بالراس، ساول نيجيز وصلته، يرجع تمشي الكرة بين لاعبي فريق الأتلتيكو ورجعت له كوري هايلة في القائمة. اللعب مركز من هنالك، وكابي يلحق على هذه الكرة وفي خطأ. يقول حكم المباراة محاولة مقوصة للداخل، غريزمان في القائمة الأول. هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، غريزمان.